الفنانة بشرى معانا على سي بي سي على الريد كاربت. اهلا بيكي بشرى، المؤسس المشارك ورئيس عمليات مهرجان الجونة السينمائي. اهلا بيكي والف مبروك انطلاق الدورة الثانية. انا لسه مش مصدقه، انا لسه بحاول اجمع ان هي دوره ثانيه بالفعل. اهلا بيكم منورينا، وانا سعيده جدا ان انتوا اللي معانا السنه دي حقيقه. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي جدا. بشرى، قلتي في تعليقك على قبل انطلاق المهرجان انك بتستقبلي الدوره الثانيه بحذر شديد لكن بقوه كبيره، لماذا الحذر؟ لا، دايما لازم يكون في حذر وترقب لاي ظروف استثنائيه، ظروف طارئه، لان دايما في ظروف بتبقى خارجه عن اراده اي منظم لاي مهرجان، فيمكن هو ده السبب. لكن انا كنت قصده اني اشجع شباب المهرجان والمتطوعين اللي بيشتغلوا معانا بدون فلوس، واللي بيدوا وقتهم وجهدهم من الشباب المصري، فانا كنت حابه اني اشجعهم واقول لهم انه يعني جود لك، وان شاء الله دوره ثانيه تبقى ان شاء الله ناجحه زي الاولى ويمكن احسن كمان. ايه المختلف في الدوره الثانيه؟ الحقيقه دايما من كل سنه للسنه اللي بعدها بتتعلمي حاجات كتير، بنتعلم من اخطائنا، بتحاولي ان انت تطوري، بتحاولي ان انت يبقى في تجديد من حيث الافلام وعددها والضيوف عدد كبير اكبر السنه دي، عدد اكبر من الافلام الحقيقه، وفي كمان عدد اكبر من الضيوف، وفي كمان من الناس اللي بتتردد على المهرجان، يعني الجمهور نفسه تضاعف برضو على المهرجان، والناس اللي بتشارك والمشاريع اللي بيجيبها الشباب السينمائيين علشان تشارك في منصة الجونة السينمائية عشان تبحث عن دعم برضو بقت دبل او المضاعفة عن السنة اللي فاتت. فالحقيقة لا، هو من حيث التطور في كل حاجة بقت تقريبا في اتنين يعني. كويس قوي. يعني بشرى، انا من الحقيقه اتشرفت اني قابلتك اكتر من مره في مهرجانات سابقه، منها مهرجان دبي مثلا. مهرجان الجونه بتشوفي مستقبله لفين بعد كام سنه؟ نقدر نقول يعني توقعاتك ليه ايه؟ بصي، بما اني انا مؤسس مشارك ومنظم للمهرجان ما اقدرش اقول توقع، اقدر اقول تمني. انا بسيب التوقعات دي للجمهور، للناس اللي بتتفرج علينا، للناس اللي بتدرس الحاله وبتشوفها. لكن بالنسبة لي أتمنى أن هو يصبح من أهم المهرجانات في مصر، ومن أهم المهرجانات اللي تمثل مصر أمام العالم، يعني يعتبر بمثابة كان الشرق الأوسط يعني. ويمكن ده رأي النجوم العالميين اللي جم السنة اللي فاتت، وأراء صناع الأفلام اللي جم وحضروا المهرجان، وده كان تعليقهم على المهرجان أنه عنده البوتنشال أو الصلاحية والقدرة أنه يكون هذا المهرجان. هل تعتقد انه الاهتمام بالجونة والدعم في الجونة يخلي فيه تنافس اكبر مع المهرجانات المصرية الاخرى؟ طبعا، مما لا شك فيه، وده تنافس شريف وحميد ومطلوب جدا، ان احنا نشجع بعض على الحاجه الحلوه، نشجع بعض ان احنا نبقى احسن. زي اي ملعب كوره، لو في لعيب ضعيف في لعيب اقوى، المفروض ان اللعيب الاقوى يحمس الضعيف انه ينافسه ويوصل لمستواه. هو ده اللي المفروض يكون عليه الحاله عموما السينمائيه في مصر والحاله المهرجانيه في مصر، ودايما ان الشاطر يجر الناس الثانيه ان هم يبقوا شاطرين زيه، مش زي الفكر القديم بتاع انه انا بس وبعدي الطوفان. لا، ده عمره ما يخلق منافسه حقيقيه، ان الواحد يطلع الاول على الفصل دي عمرها ما كانت هي يعني الحقيقه الحاجه اللي تقول عليك شاطر يعني. كلمينا عن اللوك والحاجات الجليتري والجلامر الجميله. الحقيقه انا السنه دي بشجع احد مصممي الازياء المشهورين، زياد نكد من لبنان. احنا مهرجان دولي، ودايما يهمنا ان احنا يبقى في تعاون مع كل دول العالم، فابتدينا بلبنان السنه دي مع زياد لبنان. بس طبعا يظل اللوك والشعر والميك اب مصري اصلي. استاذ محمد الصغير هو النجمه برضه، هيفضل برضه النجمه يعني. يفضل نجمه دايما طبعا. جود لك يا بشرى، ان شاء الله تبقى دوره موفقه واحسن من الاولانيه. انا بشكركم جدا ومنورين، ويلا بينا بقى نبتدي. ميرسي. ثانك يو. ميرسي.